كويسه كل ان شاء الله كويسه، بس بتعمل فيها كويسين دخل هو. ايوه طبعا معاك جنب كويس، معاك بصل كويس بالظبط كده. صلوا على النبي. بس بالظبط هو ده يعني هو ده. بس استنيتوا في الاوضه عشان ما يبقاش ست وهو بتاع الاوضه. اقعد مع هذا اللي ماشي كوبايه شعبان. يلا الساعه 9 يلا نروح يلا قوم من هنا. السلام عليكم. بس احنا سجلناها قبل كده علي. كده يعني وقت اتاخرنا كتير، انا بقالي مستنيك ساعه الا ربع، ساعه الا ربع عدت. قالوا لي ان انت قلت ان انا جاي 11. انا سمعت الدكتور موسى كان قصده محاضرات ثانيه. هو ده الاخر. طب قالوا لي ان انت كنت فاضي من الناس معاك. عينيا وعينيا مشاريع كمان. كمان. طب قوم كده. ربنا يكرمك يا عم. وغدا كمان؟ وغدا وعشا و ده كلام ده، ده كلام كده. لا انا ايوه والله حضرتك. تسلم يا عم. المهم كنا بنحكي القصة دي كلها عشان الدكاترة يعني مش هيبقوا اجازة. في الآخر؟ يمين كانت فيهم محافظة الدكاترة. الولد الامتياز لسه في المستشفى. حد كان معهد الامتياز اللي كسروا، اسمه حد يعرف اسمه حد اللي كسروا معهد الامتياز؟ لا شوية سامي. شوية سامي من الباب اصلا. وبعدين فوق كان معهد الامتياز. معهد الامتياز ده كان جايز 2016 بمليون و1000 دولار. ما يعوضش اي حاجه، ما يبقى عارف ان هو وجع. طب ده كان 5000 جنيه. ابويا مات. ابويا مات. ليه بعد مولى كان؟ لا بالظبط هو مالك لازم معاه اساسا الكونسيبت بتاع القضاء والقدر مفيش مفيش. هو في المقابل هيجيب حاجه ثانيه ان هم لقوا الدكاتره والفنيين مثلا اتعدوا عليه، ممكن يجيبوا شهر ضد شهر خلاص. هو مين هيصدق ايه؟ كان بياخد صوره معاه. كان بياخد صوره. هو بيجي رايح معاه بيعمل كده عايز كل ما الدكاتره اتعدوا بيعملوا محضر قبل الدكاتره في المنشاه اي منشاه طبيه وهو اللي بياخد حقهم. الله الله. المفروض اتكلم بصوت عالي بيبقى باين. هتدوس الكورد ولا اعمل ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اشرف اكون معاكم النهارده. احنا مين اللي هنتكلم على كورونري ساينس اناتومي وتيبس اند تريكس اوف سي ار تي امبلانتيشن. ماشي. يعني كلمه الكورونري ساينس اناتومي حضراتكم عارفين دلوقتي، فما فيهوش كلام كتير. الكورونري ساينس يقع ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، وهو في المنطقه الفاصله ديت بيبقى ليه تريبيوتريس. تريبيوتريس تبدا باول واحد ميدل كارديك فين، وبعدين بوستيريور بوستيرو لاترال لاترال، وبعد كده جريد كارديك فين. ماشي. ظهرت اهميه الكورونري ساينس اناتومي في عده مواقع. ماشي. هذه المواقع تبدا بايه بما يخصنا اليوم وهو السي ار تي، ثم الموقع الثاني اللي هو اليهود عاملين اللي هو ايه كورونري ساينس اوكلودر. كورونري ساينس اوكلودر دوت فكره يهوديه عشان اسكيميا، عشان ريفراكتوري انجينا، عشان يزود البرفيوجن. لما تعمل تزود برفيوجن بريشر تقفل الكورونري ساينس باوكلودر يبتدي يخلي الدم يقف في الكابيلاريز اكتر. فلما يقف في الكابيلاريز اكتر اكنك عامل كونجيشن للقلب. فكره سعيده اتعملت في هندسه. تمام. فكره يهوديه. تمام. زي مين تاني اتعمل برضه في تل ابيب؟ الاي تي اس. الكارتو. كارتو كان بيتكتب عليه ميد ان تل ابيب يعني لحد فتره مش بعيده. فايسنس ويبستر برانش بتاع هناك هو اللي اخترع كارتو. ثم حاجه اسمها كورونا ساينس ريديوسر. ماشي. اللي هو اكن انجيوبلاستي او مايكرو فالفوبلاستي، حاجه تدكك زي السوسته كده تركب كورونا ساينس من نفس رايت اتريوم وتعمل ديكلاين شويه. مش فاكر اسمه بس هو حاجه زي السوسته كده. تمام. ثم الحاجه اللي احنا بنستخدمها فيها كومن من زمان اللي هي التوكسيولوجيك ستادي. انت عايز تمونيتور اي اكتيفيتي ما بين الليفت ورايت، بتروح حاطط اسطر عشريه او اسطر رباعيه او تيفر. ماشي. الكورونا ساينس فتقدر تدتكت الاكتيفيتيز ما بين فوق وتحت. ماشي. طيب الكورونا ساينس نفسه ممكن يكون سبجكتيف او نشوف منه بعض الابنورماليز. ممكن ابسنت تربيوتريس ما نلاقيش تربيوتريس. اول حاجه مور دريتفول. ماشي. ان احنا نلاقي في فالفز. فالفز دي بتبقى مشكله كبيره بتعوق كل الكلام اللي فات. من الاول ان احنا بنعمل الكتروفسيولوجيك ستادي مش عارف اخش كويس، او جاي ركب كورونا ساينس ليه مش عارف ادخل، او ان انا بعمل الاوكلودر ده اللي هو ما بنعملوش او وات ايفر. دوت بيبقى حاجه دريكفول اسمها فالفز. يس. وساعات تبقى كبيره وساعات لا.
يعني هي الفكره في السايز بتاعها ان هي تعوض دخولنا ولا تعوض دخولنا. المفروض ان هي بيبقى في فالفز كل الفينز كل الفينز فيها فالفز, بس الفالفز دي عشان تحكم مرور الدم, لكن لما تعوضنا نحن نبقى مشكله. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل في الكرونوسينس ابنورمال ان يكون في ستينوزس في التريبيوتريس بتاعه, ستينوزس زي اللي بتبقى في الارترس, وبرده الفينو بلاستي بقى برانش مقبول ان احنا نعمله او حاجه مقبول ان احنا نعملها اثناء تركيب السي ار تي. اوكي التيبس اند تريكس هي هدفها ان هي تحاول تتخطى الصعوبات بناء على خبرات الناس المتراكمه في تركيب السي ار تي او في التعامل مع الكرونوسينس. وطبعا حضراتكم عارفين الدونكي انالوجي اللي هي بتاعه الهارت فيلير, ان الفنتريكل ديسفانكشن بتنمت الابيليتي, وبعدين السي ار تي بعد ما يكون البيشنت عدى في كل الكونفنشنال ثيرابيز واستوفى شروط تركيب السي ار تي ممكن ينكريز الدونكيز افيشنسي سواء بالانلودنج بتاع الاس انهبيتورز او ديكريز اوكسجين كونسامشن والريكويرمنت بتاعه بيتا بلوكرز او الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز زود الكونتراكتيفيتي شويه بتاعه اللانوكسين او الانلودنج اللي بيحصل بالدايوريتكس كاسيمتوماتيك ثيرابي. ثم البيشنت اللي بيكون على الكونفنشنال ثيرابي ويكون عنده وايد كومبلكس والافيشنسي بتاعته اقل من 35 ممكن يكون كانديديت للسي ار تي زي ما حضراتكم عارفين. وكلمه على السينكروني ان هي حاجتين, حاجه اسمها الكترو ديسينكروني اللي هي بيكون انتر وانترا فينتريكولار كوندكشن ديلي اللي هي بتبقى مانيفيستد مني بايه بيكو ار اس كومبلكس بيكون وايد بالظبط, نيملي لو كنا بنتكلم على احسن واحد فيهم كانديديت للسي ار تي اللي هو ليفت باندل ماشي, لكن كل الثاني وايت كومبلكس برضه يمثل انترا فينتريكولار كوندكشن ديلي للسينكروني. والحاجه الثانيه الاستراكشر اللي هي ديستراكشن بتاع مايكارديال ستراكشر نفسه نتيجه الفايبروز اللي بيحصل موجود فيه, ثم الميكانيكال ريجنال ابنورماليتي والسينكروني اللي بيحصل ما بين الرايت والليفت فينتريكل في الكونتراكشن ما بين الكونتراكشن بتاع السيرتم اد تايم فلكسيشن اوف ذا لاترال وول والعكس. الكارديك سينكرونايزيشن ايمينج ات موديفيكيشن انتر فينتريكولار والانترا فينتريكولار والاتريو فينتريكولار اكتيفيشن سيكونسز في البيشنتس دول كومبلمنت ولازم كلمه كومبلمنت الاوبتيمال ميديكال ثيرابي زي ما حضراتكم عارفين, يعني ما ينفعش يتعمل لوحده ماشي. والبيشنت اللي هياخد او هركب سي ار تي لازم يبقى انسيستنج طبعا واحنا بنركب ان البيشنت ده بركبه مش بديل عن الدواء, ده استكمال للدواء. مش عايز اعطل حضراتكم كتير بعد الوقت اللي راح, ان جايد لاينز طبعا بتديكتيتس ان لازم الكومبلكس يكون وايد اكتر 150 وليفت باندل اللي هيبقى كلاس 1, 120 ل 150 برضو كلاس 1 مع الليفت باندل, ولو كانت مش ليفت باندل اكتر 150 هتبقى 2 ايه, لو كانت 120 ل 150 ده 2 بي, اقل من كده كلاس 3. ولا تاخذكم شفقه بالعيان في الحته دي, يعني البيشنت مش هيستوفي الشروط مش هيستفيد قد يضرب وبيضرب. في فتره ما زي ما حضراتكم عارفين برضو الترايحات كان في فتره الايه ايكو جايدد سي ار تي امبلانتيشن ماشي, ثم ثبتوا الكلام دوت غير زي ما فعل في الايكو سي ار تي ترايل اتعمل. كان في الوقت ده البيشنت ممكن يكون نارو كومبلكس ويكون عنده بالسينكروني سواء بالستاندرد ديفيشن اكتر من 33 او, وكان الحسابات منطقيه في ذلك الوقت, يعني احنا نحسب حاجات بالايكو العادي وحاجات بالتيش دوبلر ماشي, ولو كان مستوفي الشروط دي بتاعت انتر فينتريكولار بلاي انتر فينتريكولار بلاي الاثنين ماشي استوفى الشروط ديت كان اكترهم طبعا بتاع التيش دوبلر في مزار السترين بعد كده كان يركب السي ار تي. بس اكشولي انا ما شفتش بيشنت استفاد, انا ما شفتش بيشنت استفاد ماشي بالسي ار تي في الايكو ديبندنت ايكو ديبندنت, لكن بالنسبه للاي سي جي ابنورماليتي شفت بيشنت كتير استفاد بفضل الله ماشي. ايوه انا بتكلم ان في وقت ما كان بيتقال ان احنا ممكن نعتمد على الميكانيكال بالسينكري عطينا نشوفها بالايكو كان بيتحسب بالبايب كان بيتحسب بطريقتين, اشوف البالمونري فلو اشوف الاورتيك فلو واحسب انتر فينتريكولار بلاي واشوف الايجكشن تايم, ثم ثبت ان الكلام ده كله ملوش فايده. يس يعني كان بيتحسب فتره من الكلام ده ديكلاين خالص وما اصبح لها ليس له يس مقصود يس بس الانستنس بتاع النانوس تومبرس كان اقل في الناس اللي كانت ديبندنت على الاي سي جي يس 70 30% 70 ريسبوندر 30% مش ريسبوندر جاي لها جايلها. في حته لسه ضلمه ماشي في حته لسه ضلمه اللي هي تو كومباين الاثنين بس ويتش تول تو كومباين الاثنين ربما لسه ما جاتش. يس يس عشان كده مين اللي فولو اب زي ما هنيجي نقول هو
في نيتا ريسبونس المفروض يكون في المقام الاول ليس ايكو ريسبونس ممكن يكون في ايكو ريسبونس يس ذات از نوت ا ماست ذات از ريسبونس بس عشان في حته غالبا لسه مش واضحه زي كلمه الاي اف ابليشن لو كان كله باثولوجي يونيفورم كنا ابليتنج بالبولمونري فيت او عملنا بولمونري ايزوليشن بيشنت كلهم خفوا طب ليه في ناس حتى واحنا ضامنين ان احنا عملنا توتال ايزوليشن الناس بترجع عشان لسه في حته ضل حتى بعد ما توقف فيه في حته لسه برضه ترغلات كومبلكس اترا فرجمنتد الكترو بوتنشال ستيت رجعت نرجع مرجوعنا بالنسبه للكونسلنج كونسنت لازم البيشنت يكون فاهم بس القصه بتاعته هو فين من الموضوع يعني كتير من الناس بيتقال لهم انت الاجكشن فراكشن بتاعك ال 30 هيبقى 60% بيتقال الكلام ده من ناس مش صغيره او بيتقال له انت هتستجيب انت مستوفي الشروط او بيشن تاني خالص نارو كومبلكس لا روح ركب الجهاز اللي بيقوي عضله القلب لازم بيشن يكون فاهم ان ممكن اصلا امبلانتيشن يفيل في فيلير ريت اب تو 5% يعني ممكن ساعات ازود كمان وانا بقول البيشنت الفيلير ريت عشان احنا ديبندنت على الاناتومي احنا مش عارفين ماشي لازم بيشن يكون فيه فاهم ان في بيشنت نون ريسبوندر انت مش مغسل وضم جدا مش مطلوب من الدكتور الشفاء ومطلوب من الدكتور السعي ماشي السعي نحو شفاء المريض يعني ربنا جعله سبب ثم ان في كومبليكيشن اب تو ديس ليه يحصل ديس عشان احنا بنعمل انفيزيف بروسيدر بيشنت فراجايل من الحاجات النادره جدا اللي شفتها وانس ان في بيشنت كان كنت بساعد احد الاساتذه الكلام ده 2003 2004 ماشي فالبيشنت كل ما يقول اي يديله لوكال ده بجد ماشي يديله لوكال ماشي فضل يديله لوكال لوكال عدى الماكسيمم توليريت دوز ابني قطع البيشنت ده انا مش ناسي اسمه كان اسمه اسلام ماشي كنا ركبنا توليس لوكال فجاه ما بياخدش نفس بياخد ابني ماشي هو البيشنت اوريدي هارت فيلر عنده ليفر كونجيشن عنده يعني ديليتد او امبيرد ليفر فانكشن فالدواء ما بيتكسرش هو عمال يديله الدلي بس حط ادفانتج وبتاع الحمد لله فك ماشي خلعنا الليدين وبتاع وكنا كان سنتر لاين وطلعناه عايز في الاخر اب تو ذس اكستنت ان ممكن جاست اللوكال يافكت ساتش فراجايل بيشنت انذر بيشنت واحنا بنركب الفنتريكولار دي سوري واحنا بنركب الكورونال ساينس الانتروداكشن سيت وقعت في الفنتريك اتاخد دي تاك في تاك السيمبل ذات وريسستيتد وما كان ما ردش من اول مره ماشي وابورت البروسيدر واحنا كنا بلان نركبه تاني يمكن اكشولي دي ستيشن اربيريا فراجايل فهي شيب نو ات از نوت ا بيس اوف كيك ذا كرونر انجي از نوت ا بيس اوف كيك ات از انفيزيف بروسيدر اف يو اسك اباوت ذا كومبليكيشن وي شود ستيت ذات وي هاف اول ذا كومبليكيشن اوف ذا انفيزيف بروسيدر وي ار وركينج ان ذا هارت ماشي طيب حكايه التامبونات اللي ممكن يحصل والبرفوريشن والكلام ده في معظم الاحوال بتتلم لكن برضو ات از شود بي بريزنت ان مايند طيب Achieving cardiac synchronization اللي هو الميكانيكال جول بتاع الاتريال synchronized by ventricular pacing بيعتمد على احنا نعمل transvenous approach. Transvenous approach ده بنحط ليد في الاتريوم وليد في الفنتريكل وبيبقى فيه specially designed left ventricular leads بتتحط في cardiac vein. في وقت من الاوقات ورجع الكلام ده يتكلموا عليه تاني بتاع الاندوكارديال left ventricular leads. ماشي. ان احنا نركب الليد مش من الفين. سواء كان في الناس اللي هي عندها مفيش فينز بدلا من السيرجيكال ايكارديال امبلانتيشن او علشان نبقى فولوينج النورمال سيكونس اوف اكتيفيشن بتاع الامبلس فروم اندوكارديوم تو ذا ايبيكارديوم طبعا بيبقى كونفرونتد بالمشكله بتاعه الثرومبوزس ان البيشنت ده هيبقى كرونيك انتيكوجوليشن والمشاكل بتاعه كرونيك انتيكوجوليشن واب تو ذيس مومنت مفيش حاجه يعني سوليد ايفيدنس في الجايد لاينز تركب ساتش ليدز تحتاج كونسبتال ابروتش وكده في الاخر احنا واقعين في الوقت الحالي مع الديفلوبمنت بتاع الترانس فينس ايبيكارديال ليدز والتنافس بين الشركات في تقديم انتروداكشن سيت احسن وليد احسن يوصل للفينز بطريقه افضل طيب ايه اللي بيخلي السي ار تي امبلانتيشن ديفرنت ان الميكانيكال سكيلز ار ديفرنت فروم اذر احنا بنشتغل في رايت هارت ليدز بتبقى اندوكارديال الثانيه زي ما قلنا ايبيكارديال ماشي وليها سبيشال ليد ديليفري سيستم ثاني حاجه ان النورمال اناتومي يبقى ديستوردد في الهارت فيلير يعني معناش اناتومي سوليد مش كل واحد زي التاني والكورونري ساينس اناتومي زي ما جايب لكم النظام بعد شويه شكله نفسه والاوستيوم بتاعه فاريبل فروم بيشنت تو انذر ونوت ايفري وان هاز ذا تكست بوك فينز ماشي وبالتالي في ناس كتيره ممكن تشتغل الالكتروفيسيولوجي انترفينشن السيرجن ممكن يساعد فرايتي اوف تكنيكس يو نيد تو ابزورب وبالتالي لازم مايند يكون اوبن مايند يكتسب اي حاجه واي طول ما فيش حاجه
ثابتة للتركيب. والفيزيشن مي نيد تو موديفاي التيبيكال ابروتش بتاعه والتولز ممكن تكون ميكسد وماتش. طيب من ضمن الكلام لازم نكلم العيان عليه حكايه الريسبوندر والنفس كله زي ما قلنا، ثم ان هو ما يحسبش ريسبونس ايميديتلي، لازم يستنى شويه. ريسبونس هنأسس بعد 3 شهور. تاني حاجه خليها رياليستك، يعني انت مش هتركب الجهاز بعد الدواء وتجري ماراثون. انت مش عارف تزرر زرار القميص هتزرر زرار القميص، ما تعرفش تاخد دش تاخد دش، خليها في المنخفض القليل ماشي. مش عارف تروح تقضي نفسك تروح تجيب خضار جروسرز، هتروح تعمل الجروسرز، هات يمكن تقلل الريزكس شويه اللي بتاخده. تنام مرتاح شويه، لكن ميك ات رياليستيك. اوكي طيب 6 ستيبس تو اوبتين سي ار تي امبلانتيشن. اول حاجه اوبتين فينس اكسس بليس الار في ليد. دي بتختلف التكنيك، في ناس بتقول انا لازم اركب الار في الاول. ماشي، ليه ركب الار في الاول؟ ليه؟ ايه الراشونال بتاعه؟ عشان لو حصل اي حاجه، عشان الناس كلها عندهم ساعات ليفت باندل ماشي، فالليفت باندل دوت معناه انه شغال بالراي باندل. على اخر مره بسم الله، لو كان البيشنت ده عنده ليفت باندل هو شغال برايت باندل، لو رايت باندل نتيجه تروماتيك مانوفر انا عملتها اتقطعت، البيشنت ده ممكن يعرس البيز لاين اونتيبل. في ناس بتقول اركب الار في خلاص انا كده تمام تقبل. تاني حاجه انا كده كده هركب، كده كده هركبه ازاي؟ ما يمكن مفيش فيلز مفيش تربراتري، لو ما عرفتش اركبه حل الجراح يزرع لي الفنتريكولار ليد من بره اللفت فنتريكولار ليد لاترال تراكوتومي ويحطه ايكارديال ويدككه ويطلعه في البوكيت ويوصله لفوق. فكده كده البيشنت ده هيركب السي ار تي، هو مظبط ان في جراح هيفاكهم اب. في بعض الاحوال وفي الظروف اللي مش جميله انا بفضل بيرسونلي اركب ال في الاول ويدكي من الستيب بتاعتي، لو ما ركبش خلاص مش هركب حاجه، وعلى الاقل البادجت بتاعتي تبقى خلاص ليميتد ان هو الانتراكشن سيت بس. في الاخر انت بتاسس الموقف باللي انت شايفه اصح وانسب للعيان والموقف اللي انت فيه، مفيش دوجماتيك ابروتش ليه. لوكيت كانيولات الكورونري ساينس، لوكيت وكانيولات الكورونري ساينس بيرفورم فينوجرام سيلكت بليس ال في بليس الاتريال ليد وريموف الامبلانت تولز وفاينل تيستنج كونكشن. نيجي للوكيت وكانيولات الكورونري ساينس. الكورونري ساينس زي ما احنا بنشتغله في الالكتروفيسيولوجي طبعا لوكيت البوستيريوري، هنجيب التيوب ناحيه ال او واللاترال بوزيشن ونحاول نكانيوليت عن طريق قسطره رباعيه قسطره عشريه او التولز الثانيه اللي هنتكلم عليها. العيان دوت زي ما قلنا هو فراجايل بيشنت، نديله انافيزيا ولا نديلوش انافيزيا؟ عاده هندي لايت سيشن فيري لايت سيشن عشان حكايه الليفر انفيرمتي يكون موجود. الانتر اوبرتيف مونيتنج اول ذا بيشنت شود مونيتور باي الاي سي جي اول ذا تايم، ويا ريت بارس اوكسيمتر يكون موجود، يا ريت بارس اوكسيمتر ده مينيمم. مش هتكلم عن انفيزبل بريشر مونيتنج، ممكن تحط كابنر انفيزبل لو عندك في السيتنج. الكوموربيتيز بالذات رينال فانكشن، خلي بالك ان انت بتحرق انسبل عشان تلون الكورونر ساينس، فيبقى في بالك الكريات بتاع البيشنت وهو هايدريتد ومش هايدريتد، ويبقى في اوفنسيف دراجز زي اللي بنعملها في القسطره نكون واخدين بالنا منها. بولس كاستر تو ايفاكيويت اليوريني بلادر وايفاليويت اليوريني برودكشن ثرو اوت امبلانتيشن بروسيدر، خلي بالك منها قوي ماشي. البيشنتس دول بيبقوا اندرلي ماشي، ما تركبش قسطره غير بتاع المسالك يركبها عشان ما يعملش وانت جاي تركبها تعمل فولس تراك، فانت داخل تعمل حاجه في القلب تجي في قلبه مسالك ماشي. للاسف بقول الكلمه دي لان احنا شفتها بيشنت راح يعمل تاب خلص التاب وقعد شهر في المستشفى مشاكل المسالك بسبب قسطره البول 3 اسابيع عشان ما تزودش قوي. فولس كاستر كويسه قوي، فولس كاستر ليدي وفيميل عايز تركب قسطره كنبيها او وده الاحسن قسطره احسن، لكن ميل فولس كاستر تؤدي الغرض سوري الكوندوم كاستر تؤدي الغرض اكسترنال كاستر. باتش ليدز شود بي ابلايد فين؟ اديني كلف يا سيدي. اللي عنده باتش ليدز اللي هي بتاعت الديفيبريليشن يحطها، ما عندوش يكون عارف ان السيتنج بتاعه فيه منظار شغال انبوبه موجوده مش هننده من الاوضه الثانيه. الكلام ده اساسي في القسطره زي القسطره بتاعت الكرونوس. وايت بور كانيولا يا ريت تكون في نفس الناحيه اللي انت هتشتغل فيها ماشي، في جانب الكانيولا الناحيه الثانيه.
ليه في نفس الناحيه؟ علشان لو احتجت تلون يا ريت في نفس الناحيه الاكس لاترال اللي انت هتشتغل فيها. ساعات بيبقى صعب دخول السبكليبيان او الكفالي البين، فانت بتبقى عايز السبكليبيان بالذات، فانت بتبقى عايز تعمل ديلينيشن او رود ماب، هتحقن سبره في الناحيه ديت، السبره تكون مخففه وطول التصوير، وبتاع التكنيشن اللي موجود معاك بيعمل لك رود ماب، يعني بيعمل لك ديجيتال سبتراكشن، تجيب لك البين بس تبقى داخل دايركتلي عارف فين مكان البين. بروفايد ان البيشنت ما يبقاش بيتحرك كتير، دي حاجه. الحاجه الثانيه تبقى عامل توتال اكستنشن للارم، شده لتحت شويه، ممكن تحط حاجه تحت ظهر العيان يبقى راسه فلات ماشي، العيان دوبيو ديسني، مفيش ما يمنع ان انت تحط حاجه تحت ظهره بس بعد ما تجيب الاكسس بتاعه ماشي. في تو اكسس اللي احنا بنشتغل بيهم زي ما حضراتكم عارفين، اللي هو كيفاليك ابروتش او سب كليبين. معظمنا بيشتغل سب كليبين. كيفاليك ابروتش بيبقى اسهل شويه اللي بيوكد عليه، هو بيفتح الدلتا فيكتور جروب ويعمل سيرش على الفين، يربط الديستال اند بتاعته ويعمل كانيوليشن دايركتلي اون فيجن وهو شايف الفين نفسه. لكن السب كليبين كان دو زي الفل، مفيش فيه اي مشكله. في ناس بتعمل هايبر ابروتش، يعني ايه؟ يعني بتعمل تو ريدز من السب كليبين وتعمل ليد ديفيت ريليشن في سي ار تي دي من الكفالك عشان يكون بعيد وكبير ماشي، وبعيد عن الحته بتاعه الكلابين. اوكي، في الاخر انت بتعمل اللي انت بتعرف تعمله، مفيش حاجه احسن من حاجه، الاحسن هو اللي انت بتعرف تشتغل بيه ماشي، واللي ما يعملش هارد ميتيشن. اوكي طيب، ده بري امبلانتيشن بريبريشن. طب البيشنت ده ياخد مضاد حيوي ولا ما ياخدش مضاد حيوي؟ مفيش حاجه في الجايد لاينز بتقول انه لازم ياخد مضاد حيوي، لكن جرى العرف في بلادنا الكريمه ان احنا ندي واحده مضاد حيوي قبل ما نشتغل ماشي. طيب البيشنت ده لو كان ماشي على انتي كوجليشن عشان هو عنده بروزيم اترفيبريشن او ايفن عنده اترفيبريشن، بيقول لك انت زي القسطره برده ممكن تشتغل على 1.6 1.8 اي ان ار، بيقول هنا في الليتريتشر اب تو 2.5، بس انت اشتغل بالسيف واي زي القسطره بالسيف واي، هم بيقولوا ممكن تشتغل اب تو 2.5 بس اي دو ثينك جاست 1.6 ماكسيمم 1.8 اشتغل، بعد كده بلاش عشان حتى لو حصلش قوس في الوند نفسه وهيماتوما ممكن تدخل البيشنت ده وتخليه لايبل فور انفكشن ماشي. الوارفر ممكن يرجع في يوم الشغل او ممكن يرجع للوارفر، بياخد 3 ايام طبعا عبر المياه على تاني الاي ان ار بتاعه. الحاجات النويكس جاست 24 ساعه 48 ساعه ماكسيمم ممكن توقفه وتشتغل عادي، لان النويكس شورت ديوريشن اوف اكشن فممكن يقف على طول. طيب هو بيقول هنا ان 66% من الناس اللي بتزرع بتدي بروفلاكتيك انتي بايوتيك، سواء 20% بيدوا سنجل شوت يعني قبليها وفي ناس بتكمل بعديها، احنا بندي قبل وبعد ماشي. ايه اللي بيدي في الوقت؟ مفيش اي ريكومنديشن على الكلام ده، بس مش احنا الدوله الوحيده اللي بتعمل كده، في دول تانية بتعمل الكلام ده. وكنت في احد الميتنجز مره لقيت حد بيرفع ايده كده، بس دوله تعبانه زينا اليونان حاجه زي كده، فقال احنا بنعمل حاجه غريبه، احنا بندي جرامايسن في الوند وبنحط بودره عنه. احنا بنعمل نفس الكلام نحن كده، حاجه غريبه. جرامايسن جولون تيك كير، جرامايسن ما تحطوش في واحد عنده ريدا امبيرمنت او في واحد عجوز، حتى في الوند ما في الاخر هي بس تنك ابزورب ماشي. فلو كان واحد عنده رينا امبيرمنت ما ياخدش جرامايسن، وبيرسونال كل الالدر ما بدهمش جرامايسن، لان الالدر ده حتى لو الكريات بتاعك كويس الكريات لينس بتكون امبيرمنت. تعرف كوكروفت ايكويشن دي اللي بيخش فيها الايدج في الاخر بتطلع لك لو انت الكريات بتاعك 1 و2 هيطلع كريات لينس 40 ماشي، وهو 1 و2 ده كريات زي الفل كريات لينس تعبانه ماشي. فالكبار السبعينات ما بديش جرامايسن خالص، يكفيك البودره. وكل الكلام ده اجتهاد يعني لازم زيه، ما تعملش تزايد او فضل يؤذي ماشي. تيز نوت ريكومند لن تلام، لكن تلام لو اديته حصل مشكله. طيب ممكن ما استخدمش حاجه خالص، لان تيز نوت ريكومند ماشي، لكن ممكن احط بودره فلوموكس على الجرح، ممكن ارش سبراي تراي بايوتيك ريكامباسين الكلام ماشي. طيب في شويه حاجات لو عملتها ممكن تساعدك شويه في حكايه الكرونوسينس دول. ريفيوينج ايكو كارديوجرام بيفور امبلانتيشن ليه؟ عشان دوت ممكن يقول لك الرايت اتريم كبير قد ايه؟ التراكاست درجرج بتاعك قد ايه؟ ماشي يديك فكره انسايت. تاني حاجه لو بيشنت ده، ودي مهمه قوي قوي فعلا دي حلوه قوي، لو بيشنت عامل قسطره قبل كده، معظم الناس اللي بيبقى عندها هارت فيلر بيبقى مر عليه مره قسطره ماشي،
في القسطرة في بعض الدكاترة لها بتقل على الدواسة بتاعت التصوير، فبتشوف الليجو فيز، بتشوف الفينس درينج، فبتشوف الأوستيوم بتاع كرومرو ساينس. فممكن لو الجهاز بيأبلود الصورة ممكن تاخد ده في الـ LO يبقى هو الصورة بتاعتك اللي انت ماشي عليها، أو في اللاترال بالذات ماشي كده كده بصور لاترال، ده اللاترال، فده ممكن تكون الجايد بتاعتك في الكالكوليشن بتاع كرومرو ساينس، لأن انت بتشوف الصبغة وهي طالعة من كرومرو ساينس أص ماشي. فدي مهمة قوي. تاني حاجة الكارديك سيلوات برضو في القسطرة، ده ممكن تشوف الكالسيفيكيشن بتاعت انترافنتريكولار جروب، تشوفها أبيض، تشوف كده بليرين ماشي. فلوروسكوبيك انسبكشن اوف ذا كارديك سيلوات ات ذا ستارت اوف انترافنتريكولار، بيقول لك الديجري بتاع كارديوميجالي واناتوميك ماركرز زي ترايت كرونري ارتري كالسيفيكيشن ليوسنت اديبوز باد، فتلاقي حته كده مبيضه في القسطرة اللي هي الفات اللي موجود في انترافنتريكولار جروب ماشي. حد بيشوف؟ ركزوا كده في القسطرة، في صورة القسطرة هتلاقي في حاجات بتقوم بيضة قوي كده منورة. بلاش لما بنسرع في سميكر، سميكر عادي في في اي او في دي، بصوا على الحتة اللي جنب التيب في بعض الاحيان هتلاقي كده منورة لكن طلع منها نور، ده انعكاس للأشعة على التيب بتاعت الليب. ساعات البادو فات يعمل النور ده، يعني لو ركزنا فيها نلاقيها كده منورة. كل ده اجتهاد ان يسهل لك البروسيدر. طيب اول حاجه زي ما قلنا التانية فينس اكسس اتكلمنا عليها، ان احنا ممكن كيفاليك او سبكليبيال، عاده بنشتغل سبكليبيال ماشي، وقلنا الهايبرنج ابروتش اشتغل بالاثنين. لو ما عرفتش تدخله ماشي بتشد ايد العيان بتاعك، ممكن لو بيشنت دي هايدريتد، وعاده البيشنت دول ما بيبقوش دي هايدريتد بالعكس بيكون عنده هايبر بوليميا، فبيبقى سهل الاكسس ليهم ماشي. الحاجه اللي بعد كده انت ممكن تحقن صبغه، والصبغه دي تبقى مخففه عشان ما توجعش ايد العيان ماشي، وتستنى على التصوير شويه عشان هو بياخد وقت ان الصبغه تتحرك ببطء في الفين قبل ما يوصل فوق ويعمل لك ديجيتال سبتراكشن، فتبقى داخل وانت شايف فين الـ المكان السبكليبيان. طيب عاده بنجيب الكانيوليشن بتاع كورونا ساينس في اللاترال فيو او الالي او ماشي، ديد الالي او ماشي. لما بنخش بنعمل الكانيوليشن ده بقسطره الكتروفيسيولوجي عشريه او رباعيه، كان في زمان حاجه بتقول لك كروس تورك باك اند فورس، كروس يعني كروس ذا تراكاسبيد فيل فال، تورك انتي كلوك وايز كده انتي كلوك وايز، باك شد القسطره لورا، باك اند فورس زقها تلاقيها داخله في كورونا ساينس. اول ناس عملت السي ار تي كان ناس بتوع جايدن ماشي، ما كانش عندهم انتراكشن سيتس الجميله اللي هي موجوده دلوقتي، فكان عندهم انتراكشن سيتس ما ايزي ستير زي ايزي ستير الكاتر بتاعت بعد عصر الجراحة. اول ناس عملت ترانس فينس. فكان واحد اسمه ايد فيندلبرج، كان ده التكنيكال سبورت بتاع جايدن في ذلك الوقت. الراجل ده جه مصر كان ده قديم فعلا، مش بقى برضه 2003 2004 جه القصر العيني، رحنا احضرنا له هناك كروس تورك باك اند فورس، كان دايما يقول لك كروس تورك باك اند فورس كروس تورك باك اند فورس، وكان بيعملها على دمه. بس الكلام ده ما ينفعش في كل الناس، لان الهارت مش ثابت وشكل الهارت والبايلاتيشن مش ثابت. هو كان بيعتبر ان انت بتكروس التراكاز بالف وتورك باك وتشد لورا وفورس، فانت بقيت بوستيريوري دايركتد بالكاتر وتروح زيها بتروح داخله في كورونا ساينس. يو كان تراي اف ات هابنز، يعني يو كان تراي، بس عاده احنا بنجرب نخش في البوتوم بتاع الرايت اتريوم بوستيريوري دايركتد عشان كده بتجيب ال اللي هو او اللاترال وتبقى بتزق القسطره لحد ما تعدي في كورونا ساينس وتعدي عليها الانتروداكشن سيت. في طريقتين لعمل الكلام ده او اكتر من طريقه عامله الكلام ده، يا اما بدخل الانتروكشن سيت واسيبها في رايت اتريوم ودخل جوه القسطره الاي بي ماشي. يعني انت شفتوا الانتروكشن سيت ولا لا؟ كله شافها الانتروكشن سيت دي زي القسطره، شيء طويل شيء طويل ماشي، هو ملوش اي لازمه غير ان هو يوصل. الشيء الطويل ده بيلبل بيتقشر ماشي، فالشيء الطويل ده دخلت منه الاحسن نخش دايما من الليفت، ممكن نخش من رايت في بعض الاحيان لو كان الليفت فيه مشكله، لكن دايما الليفت اسهل في كل كورونا ساينس عشان تروح خبطه كده في رايت اترم تروح متزحلقه داخله كورونا ساينس، لكن في بعض الناس بنضطر نخش رايت سايد. المهم الانتراكشن سيت دخلت 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 وتقف في رايت اترم، وهي ليها فالف تروح مدخل جواها القسطره الالكتروفيسيولوجي وتعمل فيها مانيبيليشن اللي انت هتشبك فيها في كورونا ساينس وتزحلق عليها الانتروكشن سيت بقيت جوه كورونا ساينس، ثم تسحب القسطره بقيت انت كده بالشيس جوه كورونا ساينس. تمام؟ كله فاهم ليا؟ طيب ساعات وجود الشيس الطويل ده بيعكسك، مش عارف اخش مش عارف اتحرك ماشي،
فعملوا حاجه اسمها سيف شيس. سيف شيس، السيف شيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن شيس كبير تقدر تشبكه في الواي فاي، ما يخش حد رايت ايتر، وتخش بالقسطره بالشيس اكنك بتعمل الكتروفيسيولوجي، تخش بالقسطره اكنك بتعمل الكتروفيسيولوجي وتكنيوليت كمان الكورونا سايز. طيب وبعدين يا شاطر عرفت هتدخلي الانتروكشن سيت ازاي؟ ازاي؟ تيجي على الحته بتاعت الكيبل جوينت اللي هي الهنج اللي بره اللي هي المفروض تخش في الكابل اللي بتخش في الكورنس وتقصها كده، بقى عندك سلكه من الكورونا سايز لحد بره، وتروح جايب الانتروكشن سيت مدككها عليها. تدككها عليها، ما هي داخله الكورونا سايز واقفه، ماشي تدككها تدككها تدككها، هي بتاعه طويله فهتطلع منها، هتيجي على الفالف اللي بره تروح مدخل قسطره ثانيه فيه فاتحه الباب والزقه بتاعها تطلع تاني. تاني في الم؟ طيب بصوا ده الشيس واقف لحد هنا ودي القسطره ماشي دخل جوه خالص، لا معلش عشان كده ماشي ان
ان انت ما تستخدمش حاجه من بره عشان يسهل لك الانتربريشن في الجين. ماشي. ونص دخلنا جوه كورونا ساينس هبقى محتاج اعمل ديليشن انا بتاع كورونا ساينس. ديليشن هو بيتم عن طريق دي نبره اللي انا هكون سابها. خلي بالك البيشنت ده فراجايل ما فيش سبجات كتير. ماشي. وحاول هي حقنه تديك انفورميشن. طب هل انا ممكن حقنه زي ما انا قلت كده ولا اكتر؟ لازم اخضع. لازم مش اوبشن. لان الاناتومي ممكن يكون مش باين الحقنه. ناخد حقنه ايه ومعروفه حقنه في ايه ناخد حقنه ايه في ايه عشان تريحني في وقت عشان ما ابقاش كل شويه عماله اعمل كده اعمل كده. ماشي. طيب الحقنه دي بيبقى هدفها اشوف فين الانتربيوترز بتاعتي انا جوه كورونا ساينس ولا لا. ماشي. وفين البنت اللي انا هطالب عليها ان انا اخشها. طيب اعرف منين ان انا القسطره بتاعتي لابسه في كورونا ساينس. أول حاجة هي بتتحرك مع حركة القلب هي يعني مش بي سيز هي بوستيريور. ماشي. بيقول له اقول لك ماشي ان انا لو مستخدم لقيت الفسيولوجي كابتر ودي احد التكس اللي استوتها ان انا لما اقع على البوك كروموسومز مش عارف اخش اوصلها بالكابل بتاعها من اقصه الاقي في اي وفي جي الاقي في زي كل الكلام ده بيقول لي جوه كروموسومز. ماشي. طيب دخلت وتعلمت ولقيت البين اللي انا هشتغل فيه هيبقى الخطوه اللي بعد كده ان انا هدخل اي اللي بيجيب ممكن ادخله واير في عن طريق السبايك بتاعته او ادخله عن طريق الاي تي سي واير واستخدم الاي تي سي مونيتورز عشان اعمل كامليشن للجيل ده وبعدين ازحلق عليه الجيل برضه الاوفر ذا واير زي الاوفر ذا واير بليون بتكون موجوده في الاسطر. ماشي الكلام؟ طب خلينا نشوف شويه اكزامبلز لاشكال من كورونا ساينس. هو ليه غطا عشان ما يبصش. ده اكزامبل في الامبلانتيشن ديت كان مركب الار في ليد الاول اللي هو الايس دي. تولز تو ايد ان كانيوليشن الالكتروكاثرز اللي هي سواء رباعيه او عشريه امبس ليفت رايت جاتكن كنترول كوروناري ارتري انجيوجرافي اللي هي احنا قلناها ممكن ترجع فيلم قبل كده او ايفن في بعض الاحيان ان كان ده مش كتير نحتاج نصور العيان احنا نديله حقنه ونشوف اللي فيس بتاعه فيمورال ونروح مصورين. طيب كونفيرمنج السي اس بس ما تنساش عشان البوستيريور posterior location بتاع الكاتر في left lateral position wedging للكاتر inside the coronosinus which is known the failure in infant advance يعني ما تتزقش اكتر مش هتخش في pulmonary no PVCs recording AV potentials by CS catheter. دوت example لأحد ال left heart lead delivery systems. ماشي. اللي موجودة ودوت example different curves زي ما بقول لحضراتكم different curves for cannulation of the coronary sinus يعني شبه الاي بي يو شبه الامبلتس شبه المالتي بيربز هي وديت. ماشي. طيب دي الديفلكتبل كاترز. اوكي. طيب المالتي بيربز اكستندز ذا ريتش اوف ذا ليفر سيستم وذ ليس انجل بوينت اب اور داون. ماشي. في الانفيريور كيرف كورونا ساينس اوستيوم دريكس اوفر ذا ليفت فنتريكولار كونتور اند كان بي ايزلي كانيوليتد advancing بالكاتر بالكاونتر كلوك وايز روتيشن ودي اغلب الاحوال اللي هي القصه اللي كان بيقولها ادفن ليبرت اللي هي كروس تورك باك اند فورس التورك بتاعه بيبقى انتي كلوك وايز تعمل انتي كلوك وايز روتيشن تروح زي بتلاقيها داخله. هي الفكره ترين يور سيلف على السبليبيان ابروتش فور امبلانتيشن بتاع الكرونو ساينس كاتر. ماشي. انا عارف ان الترند دلوقتي ان احنا بنشتغل من رجل. ماشي. بس كان احد الحاجات اللي سهلت القصه ان انت احنا كنا بنركب كورونا ساينس دايما من الكتف مش من الرجل وكنا ساعات بنركبها يمين وساعات بنركبها شمال فكان الانترودكشن بتاع التكنولوجي ده مش صعب شويه زي قصه ان احنا نشتغل رايت او نشتغل القسطره من الدراع. في ناس بعد شويه بتلاقي صعوبه ان هي تشتغل من الرجل مع ان الرجل هي الاسهل بس من كتر ما هو ايده خدت على ان هو يشتغل يعني ريال ابروتش ما بقاش عارف يشتغل فين ابروتش فخليك تريند دايما على الاثنين يعني نوع حتى لو انت يعني كونفايند ومرتاح بالكاميرا الابروتش لا جرب برضو السبتلين ابروتش. طيب
خلي بالنا من الصورة ديت. اوعى تزق القسطرة هي ده الدفن الكورونا سينس اللي هي ممكن تعمل جلد ديستكشن، ده ممكن ينتهي بانتهاء البروسيدور. مش هيتشاف، هتشاف ان انت تزق الاول القسطرة. ما تزق القسطرة الالكترو كابتر او تزق واير الاول. ايوه. نفس قصة الكرومريز. يس. يعني يبقى عندك انترودكشن. تول مش الجايدنج كابتر اللي انت داخل بيها. يس. الواير او الالكترو كابتر الربعيه والعشريه او بس ليه حاجه صح. طب انا عايز اعمل دي كالكوليشن اعمل ايه؟ لازم تكون حاجه سابقه يعني ما ينفعش اتمسك القسطره وزيها في الليفت مين. لكن لو في واير ممكن اروح زيها في الليفت مين. نفس الكلام فكره الواير ايه؟ ان هي بعيدها عن الوول. ماشي. على فكره الالكترو كابتر هي بعدها عن الوول فما تبقاش الايدج بتاعها هو الدايركت كونكت مع الاندوثيليوم. ماشي الكلام؟ ممكن يحصل، ممكن يحصل بس نادر، نادر الحدوث. لكن اغزم بالاسباب الالكترو كاتر لو سبقاكي تبقى داخله مور ليس سموس فهتشيل عليها الجايدنج كاتر او الانتروداكشن سيت. ماشي؟ مقصود الكلمه دي ما تزقش الانتروداكشن سيت، لازم تكون حاجه سبقاك الاول. ماشي؟ وتكون سموث ما تزقش دايما يعني تكون سموث. طيب if the ostium is located more superiorly towards mid atrial septum ودي ساعات يحصل بس الاكتر هو الكومن الصوره اللي فاتت maybe especially difficult to identify the ostium without restoring to the right atrial angiography. يعني ممكن تحتاج تحقن حقنه في القسطره فالدلينيت فين الاوستيوم لان هو بيبقى عالي شويه. طيب في حاجه اسمها بايب اوستيوم بايب شيب اوستيوم. مشكلة دوت ان انت بتقف فعلا زي ما شكل القسطره كده واقف ومش عارف تدخل القسطره العشريه جوه. ماشي. ده بيبقى مفيد فيه قوي ديفلكتبل كاترز. انت بالديفلكتبل كاتر اللي هي عشريه تقدر تمانيبيوليت الكيرف ده وتخش جوه كورنر ساينس وبعدين تبرم الانتروداكشن سيت تلفها وانت داخل هتلاقيها اتزحلقت معاك ودخلت. ماشي. شايف الزوايا بايب شيبد اوستيوم steerable electrophysiologic catheter with very small bending radius. المالتي بيرز ممكن تساعد بس يعني بتساعد كتير قوي لما يكون معاك ديفلكتبل كاتر. طيب التكنيك بتاع الفينوجرافي في طريقتين. الاكلوسيف والنون اكلوسيف. الاكلوسيف بيكون فيها بالون، البالونه دي بتتنفخ زي القرو. عارفين القرو؟ القرو دي كانت بالونه بتستخدم عشان المايتل. كنا نعمل ترانسبتال ننفخ بالونه شويه هواء. ماشي. الهواء بيعمل ايه؟ بيعوم مع الدم. ماشي. فتنفخ يعني حاجه صغيره او سنتي وتيجي على المايترا بتمشي مع الفلو فتروح داخله جوه تروح معديه المايترا الفلو وتبقى عايمه في الفنتكل ما تبقاش داخله في الكورديه فتروح معدي عليها السيستم كله. بالونه زيها بس تملي صلايين مش هواء تحطها فتروح قافله لك كورونر ساينس وتحقن عن طريقها الصبغه. هي فيها اليومن في النص فتحقن عن طريقها الصبغه فلما تحقن صبغه تلون الفينس سيستم كله تبقى قافله عليه فتقدر تاخد صوره يمين وشمال بنفس الحجم. تحقن قد ايه؟ بتحقن حوالي 15 ملم ل 20 ملم سبعه وتبقى متلونه ايفيدنت زي ما هي مليانه كده. في ميزه فيها في ميزه ان هي بتفتح الفالفز. انت حاقن ببريشر وقافل فمحبوس الدم جوه زي قصه الكروسانس اوكلودر. ماشي. فالدم قاعد جوه وزق الفالفز. ماشي. ساعات لما يكون الفينس بريشر عالي تحقن مش عارف تلون فتضطر تخش جوه وده الاحسن تخش جوه وتحقن من جوه لان في الاخر الدم هيرجع لورا هيرجع لورا على رايت اتريوم. تابعني ولا وقعت؟ طيب البالونه دي مش متوفره. ماشي. فاحنا بنحقن بايدنا فانت تخش جوه واحد من جوه لبره. طيب ساعات وانت داخل ما تبقاش عارف تعدي عشان الفالف طيب قافل عليه فانت واقف في النص بتاع الكورونر ساينس. رأيي خد تيست بسيط لان انت ممكن تلاقي البرانش بتاعك تحت الفالف لكن في اغلب الامور لا تاتي الريح بما تشتهي الانفس. يكون الفين بعد الفالف. جاست تقف في الالكترو كاتر على الفالف وستدي مايل بريشر عليه بيفتح او تحاول تجيب تروم واير او بي تي سي اي واير وتعدي لكن ما تزقش بالانتراكشن سيت عشان هتعمل ديسكشن بنسبه 100% 99.9%. مش دي بقى كده الكاسبر صح؟ جبت الالكترو كاتر في بال اهو
فانا واقف كده مش عارف اعدي مش عارف اعدي هاجب هاجب الكتروفيسيولوجي كاتر اللي هي العشرية والرباعية وقف على الباب او سلك الكهرباء نفسه اللي هو صح لا ما تفتحش سلك الكهرباء ده بيكون ضابط انت هتعدي ماشي اللي هو دي يعني قصدك دي لا استنى ماشي لازم يفتح لازم يكون عندك سبورت بلد ده هو عامل كده ده بارك فايت بلد يعني مش كبير مضطر مش هيعديك ماشي تجيب الكتروفيسيولوجي كاتر وارجع للكتروفيسيولوجي كاتر شويه وخليك واقف شويه بريشر بسيط هو لازم هيفتح والفين يفتح عشان يفضي في البنك كده صح يفضي فرايك ايه تاني ماشي فهيفتح هيفتح في وقت ما خليك مستني شويه يفتح هو معدي معدي عليك الكتروفيسيولوجي كاتر ده بس مالي السنان اللي مش البست ان انت تاكل واير تروم تروم تزحلق فالحته الصغيره بتاعتها هتكون تزحلق ممكن تدخل عليه الانتروديوسر بتاع الباب بتاع الكتروفيسيولوجي كاتر او بتاع الكتروفيسيولوجي كاتر عادي الحاجه الاسوء ان انت تاخد بيكس اي واير تعدي بيكس اي واير يا رب يعدي يا رب يعدي يشيلك ان انت عايز حاجه تشيلك طرف تعدي الباب ماشي الكلام طيب خلصنا كل ديت عدينا وصلنا عنا لقينا فين احسن فين هو اللاترال والبوسترال ما لقيناش هيبقى اللي بعديه بوستيريو اسوأهم مميت كارديال فين ولا يمكن في الدريك كارديال فين ماشي ما لقيتش اطلع او قول ان انت هتعمل بالجراحه طيب الانتيريو اخر حاجه خالص ماشي طيب الصوره دي عشان تبين الجينوغرافي اهو اتعمل ازاي ويبين لك الفاريابيلتي اللي موجوده وهنا عشان يقول لك انت على الاقل تاخد اتنين فيوز بصوا الفيو الاولاني اللي هو بتاع الاي بي باين البرانش طالع منين طالع من هنا بس لما انت خدت اريو لقيته طالع منين من هنا وبالتالي انت ممكن تخلص القصه خالص انت من الاول ممكن تاخد الليد دايركتلي من غير حتى بيكس اي واي وتروح داخل على البرانش ماشي وانتهت الصوره بمجرد ان انت خدت فيو كويس وريك فين الاوريجن بتاع التربيوتر اللي انت عايز تعمل فيه امبلانتيشن ده بس اللاترال والبوستراترال ما هو ده لاترال انت هتخش في ده وتروحي داخله هنا طيب ال ال في ليدز حاضر اول واحد بيبقى تحت خالص بل بيبقى ميدل كارديك فين استنى اوريك واحده حلوه وهنا داخل جوه قوي بس بص ده الميدل كارديك فين المفروض اللي بعديه هنا بيبقى فيه بوستيرو كارديك فين الصغير ده وبعدين ده البوستر لاترال كارديك فين ممكن تلاقي هنا في واحد لاترال واللي قدام خالص ده بيبقى جريك كارديك فين او الانتيرو كارديك فين ده اللي ملوش لازمه انت كده بتبس السبتم على السبتم عايز الايه اللاترال او البوستر لاترال ماشي بعديه بوستيريور ماشي بعديه خالص 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 ده اللاترال او ولو كان في حاجه تحتيها تبقى هي البوستيريور ممكن تلاقي واحد في النص يبقى بوستر لاترال ماشي في فاريابيليتي كبيره قوي في الفينز بس انت التارجت بتاعك ان انت تبيس البيضه دي بالونه اه ليه لون ابيض فيها صلاين فيها صلاين او هوا الصلاين يعني خليها صلاين اقبل طيب ده كده مثلا بيقول لك ده بوزيشن مثلا موجود طيب هي ده كان فيديو بس هي المحاضره دي كنت بعتها لاحد الزملاء لا مش هيشتغل انا غالبا مش هيشتغل اللينك بتاعه مش موجود بس هقول لكم الستبس هي ايه دي ستبس بتاع الامبلانتيشن خلينا مع بعض دوت اول حاجه دخلنا بالقسطره العشريه الفيو ده ايه ايه ليو عشان انا شايف العمود الفقري اهو تمام صح فده بوستيريو فعلا ده اللي هو ركبنا ركبنا ال ايه قولي عمود فقري ده ايه ليو ماشي قسطره عشريه دخلت ودخلت وحققنا ماشي استنى اشوف لكم ال طيب اني هاو ممكن نجيب الفيديو من اللينك بتاعه ما حصلوش ما نزلش عليه هيك المفروض تبقى باكج فور سي باتش اتنقلت بس ما اعتقدش طب هو الفكره هنا شايفين البيكس اي واير ده
شايفينه؟ حاولوا تشوفوه. طيب طيب احنا ممكن نستخدم ايه الوايرات اللي بتستخدم؟ هي الكونفنشنال بي سي اي وايرز ماشي. انا بفضل استخدم هيدروفيلك واير بيكون اسهل او سليبري ماشي. زي بي تي 2 واير زي بايلوت 50 بي 2 مودريك سبورت كمان. اكشن انت ممكن تستخدم اي واير اساهي واتفر ماشي. طيب الفكره في ان انت بتقدر توجه الواير للبين اللي انت عايزه وبعدين تركب عليه اليد. بيرسونلي بفضل ان انت لو انت شايف بين كويس يعني لحد ما ان شاء الله بتعمل السكسس دكك اليد على الواير. دكك اليد على الواير من الاول ماشي. بحيث ان اليد يبقى هنا مثلا والواير بتاعك بره ماشي. عشان ما تعملش الخطوه اللي بعدين انت تدخل الواير وبعدين تحاول تدخل اليد على الواير وانت بتدكك تروح سحب الواير من اليد ماشي. احنا بنتكلم على تيبس ماشي. امتى ادكك واير بس؟ لو انا شايف ان في صعوبه فممكن وانا بدخل القصه دي تفيل في الاخر. لكن لو من الاول كده امن ان الامور هتمشي ان شاء الله بدكك الليد على الواير فيبقى الليد اوريدي ابلودد على الواير واعمل مانيبيليشن فدخل الواير فتبقى سهل قريب اروح مدخل الليد على الواير ودخل جوه الليد. عشان ما اعملش من الاول يبقى الواير جوه خالص وانا بدكك الليد من بره من بره من بره تروح مسحوب وابتدي من الاول ماشي. طيب دي حاجه. لا انا ما عرفتش اركب هيبقى الليد فتح الفوق بس ماشي. لكن مفيش مشاكل طبيه ماشي. فلايكلي هود يعني دي بتبقى سنسل مع الوقت يعني مع الوقت الواحد متوقع بصير دي هتمشي. ممكن من الاول افتح الليد يعني ممكن اجرب كوش الليد زي ما قلت من غير بتسي واير خالص. انا شايف فين زي اللي احنا شفناه من شويه فين استريت انا هدخل الليد بالستايل على طول مش محتاج اصلا بتسي واعمل بالستايل كده افرده واثنين افرده واثنين ادخل الستايل ده افرده اسحب الستايل التاني لان هو الليد نفسه بيبقى بريكيرف يا اما واخد كيرف يا اما اس شيب يا اما بريكيرف. قليل من الليدز دلوقتي اللي بتبقى ستريت اوكي اللي هي الليدز المايكرو بس بتبقى ستريت. طيب اكشولي الست دي انت شايفينها متركب عندها ايه؟ تمبلي بيس ميكر. الست دي كانت خمسينات عندها ريزيستنت اتريال فيبريليشن انكنترول بصوره شنيعه وهي هارت فيلير ماشي. ودي كانت موظفه في عين شمس انا عارفها ماشي. والبيشن دي قعدنا نديها ريد كنترول لحد ما جبناها هارت بلوكر ماشي. يعني اديناها بيتا بلوكر وهي هارت فيلير واديناها ايزوبت مضاد حرام في الهارت فيلير واديناها لانوكسين وفي مره اديناها كوردرون خدت الاربعه جالها هارت بلوكر. اربعه سوا مش راضي يكونترول برزنتيشن بتاعها ريبيتدلي انكنترولد هارت ريت ريبيتدلي ما عندهاش مشكله في الهارت فيلر ده مورمه اللي تعبها ضربات القلب وفعلا دوكيومنتد. فكان هارت بلوك ركبنا تمبر بسفر وقفنا ده ورجع تاني فكت مفيش مشكله يعني ده دراج انديوز ده دكتور انديوز ده حاجات حرام ده ايزوبت في هارت فيلر. ايوه عملناه بس وركبنا التمبر ماشي. طيب فكينا الادويه كلها تك 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 رجع تاني يفك كده كده مش عايزين دي ايزوبتم يعني احنا مش عايزين دي ايزوبتم. قلنا خلاص دي ملهاش حل دي اخر كذا مره هنكولها الاي دي نود ونركب لها البسمير. في ناس بتقول عشان تعمل الحركه دي احسن ركب واستنى شويه وبعدين اكتب. احنا في الحاله دي ما عملناش كده. الحاله دي احنا كوينا نفس السيستم ركبنا وكوينا وهقول لكم حصل فيها ايه. المهم ان خلاص صرنا قرار نركب سي ار تي ونكل الايفين. فركبنا لها الفنتريكولار ليد الار في ليد الاول اللي كده كده دي هتركب سنيك ماشي. وكوينا الايفين نود ماشي. ده الترتيب اللي حصل وكوينا الايفين نود كده عندها ايه هارت بلوك مركبه تمبرري والليد ده متركب وفلت بره حلو. جينا نركب الكرونو ساينس ليد وعدينا الواير كان فيه ستينوزز في ستينوزز في الفين. رحنا عبين دورنا على فين تاني ماشي. عدينا في الفين التاني زي ما حضراتكم شايفين بالواير وعملنا ديب انجيجمنت في الانترودكشن سيت زي ما بنعمل في الكرونرز عشان نعدي البالونه ونقرب. طيب ما رضيش يعدي فاضطرينا نستخدم بالونه دي دوت ودي دوت بتاعت البالونه شايفينها ماشي. لان الفين ده اقرب للجريت كارديال فين احنا عايزين نقف في البوزيشن بتاع الحته دي عايزين الليد يقف هنا ماشي.
والبين ده لو خدتوا بالكم وصل كده الواير واير يمشي معاه يمشي معاه يمشي معاه مش عارف رجع تاني وفتح فين في البوستيرير كاردييك فين ماشي هي الفينات كده الفينز بتبقى متشابه فعملنا بي تي سي اي فينو بلاستي يس 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 شبكه فعلا ودي النفخه بتاعه البالونه نفخنا بقى ريبيتلي ثم حطينا ليه عملنا فينو بلاستي ثم حطينا ليه في المكان اللي احنا عايزينه ماشي طيب بعد ما حطينا ليه المفروض نعمل ايه ليس صح اسمه لا حطينا ليه اهو ما دي تو دوتس بتاعت ليه ما خلاص طلعنا بالونه طلع ده ليه اهو هو شكل بعض بس ده ليه حلو كده مكانه يعتبر كويس هو ناحيه الايبكس شويه بس ده كويس احنا الاحسن يكون هنا مكان ده تسلم ليه طيب حصل بس مفارقة غير لطيفة بالمرة كان معانا مهندس فبيقيس فعشان بيقيس نعمل ايه شلنا الكابل من الار في اللي احنا حاطينه زي باك اب وحطيناه على حطيناه على ال في بيس يا معلم عمل بيسنج 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 خلاص زي الفل زي الفل 3 2 1 8 1 7 في بيس ماشي فجأة فيلير تو كابشر والبسميكر طافيين من رجلها ماشي بقت ايه سلايد شغل يا عم شغل يا عم ومش فاهم مين اللي بيقول لي شغل لا احنا وصلنا على ال في احنا مصارين كابل على ال في علي بس خد باله بس يعني لا هو مشي مع نفسه انا كنت خلاص ستوب تيستنج هو كمل لا ممكن اخليه 30 بس هو اكشوال كان مطفي ساعتها لان احنا كنا ركبنا الار بي ووصلنا التمبري على الار بي وقلنا خلاص يبقى الار بي ده شغال زي التمبري ماشي وبعدين هو كمل يس من غير ما يقول خلي بالك يعني المهندس ساعات يتطوع لا يعني انت خلاص شفته خلاص واحد خلاص بطلت هو كمل يس والحمد لله لسه عايش لحد دلوقتي يعني غيرت البطاريه ها ده اي بي فيو ده اي بي فيو ماشي هو اللي كان بيشتغل يبقى احلى بس فعلا اي بي فيو ماشي مفروض ان هنا بيبقى في ميدل كارديك فين سوري اللاترال كارديك فين بيبقى في الحته دي او بوست لاترال في الحته دي هو مش موجود ماشي ده هاي لاترال ماشي ناحيه الجريت كارديك فين جريت كارديك فين بيمشي في الحته دي فناحيته مش احسن ليدي مش احسن مكان بيتحط فيه احسن مكان بيتحط في اللاترال وول على اللاترال وول المكان ده مش فاهم كده جاوبت سؤالك ولا فاحنا عايزين ننزل من ده للمكان بتاع اللاترال قريب من الايبكس اه عشان احكم بقى انا قريب من الايبكس قوي ولا لا المفروض اعمل ايه المفروض اخد ار ال في ار ال او فالار ال او يجيب لي الايبكس فابقى شايف انا في ميدل ولا بيزل ولا ايبيكال احسن مكان اكون ميدل مش ناحيه البيزل ناحيه الايبكس عايز اكونتراكت المصل عايز استيميليت المصل نفسها ماشي بس اكشن برضه بيحكمك الاناتومي في الاخر وحاجه ثانيه بتحكمك حاجه ثانيه بتحكمك اتقلت من شويه دايفراج فرينت نيرف ستيميليشن نيرف ستيميليشن ساعات تبقى سكان رائع ولما تبتدي تقلل الاوت بتاعك تلوز الكابشر فانت عايز تحقق المعادله بالاثنين ماشي عشان هي هارت فيلير وهي في نفس الوقت انا هاكلها الاي في نوت فهتركب بيسميكر هي ما كانتش وايد كومبلكس بس ما كانش الهدف ان اركب لها سي ار تي عشان ايه عشان دايليتد بايوبسي كان الهدف ان انا هركب لها بيسميكر عشان هاكلها الاي في نوت يس هي كانت كده صح هي كانت كده هي هتركب بيسميكر لان هي بيسميكر بتاعها في هارت فيلير بقى سي ار تي لكن لو ما كانتش هي هارت فيلير كنت هتركب لها بي اي ماشي ثم دي مفروض صوره بقى ان احنا ركبنا كل حاجه وهنعمل خطوه فظيعه اسمها بيلينج ماشي البيلينج دوت يعني مفرق الجامعات وكل الكلام اللي انتوا عارفينه احلى حاجه في البيلينج ان انت محضر له من الاول اول حاجه دخلت هي اول حاجه هتتشال يعني ايه محضر له من الاول يعني انت الانتروداكشن سيت ديت حقنت فيها سبقه صح؟ تحقن بعديها سلاين ماشي؟ تحقن بعديها سلاين عشان السبقه اوريدي هي مش تلزق ثم هي بروكا اجلن هي بتعمل كواجليشن والدم رايح جاي والدم مش هيبقى مازاله داخل بس فانت هيخش لك دم في الانتروداكشن سيت وهيجلط
ماشي. فتيجي تسحب مش مهم ان هي تروح تسحب كل حاجه معاك عشان بلزق عشان انت وحش ماشي. طيب فانت دايما من اول محضر انت حقنت سبغه اللي بتحرق بعديها صلايه سبغه صلايه سبغه صلايه. واوعى تسحب اوعى تسحب وانت هتشد هواء. فلو شديت هواء عمرك ما هتعرف تحقن بعد كده او هتحقن من ديبر بومر ادريزم وتبقى عارف ان انت هتبقى بومر ادريزم بس كميه قليله ماشي. بس تبقى عارف انت بتعمل بومر ادريزم مش انت لما بتسحب البتاع الفالف ده مش فالف تايت انت مدخل حاجه فيه فهتيجي تسحب من السايد ارم فتروح مدخل هواء من بره. معايا ولا مش معايا؟ ايه البريزم ده؟ ايه؟ اه انت هتعمل ايه البريزم؟ ماشي ايه البريزم اللي بريز؟ ايش؟ طب انتروداكشن سيت اهي 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 وطالع منها اليد من بره في فالف هنا ماشي وفي سايد ارم هنا لو جيت اسحب دم المفروض يسحب من جوه وبيسحب فعلا دم بس بيسحب هواء برده من بره بس السيستم هيبقى دخل فيه هواء. فانت دايما اتجاه واحد انت بتحقن سبغه ماشي بعديها حاجه صلايه ما تسحبش. طب انا عايز اتاكد ان مفيش هواء في السيستم قبل ما احقن برده ما تسحبش. افتح اللاين قبل ما تكون حاطط حاجه وسيب الدم ينزل لوحده كده. طب مش جايب دم اسحبه سنه اشتغل صغيره برده ماشي. ادخل واير فيه في الكين ماشي. هنيجي نعمل بيلينج. فقلنا من الاول احنا محضرين الخطوه الاخيره اللي هي بتاعه البيلينج ماشي. ان انا مش سايب اي حاجه جوه السيستم غير صلايه. دايما ثبت ايد ماشي. كلمه بقى حد يمسك لي ايد مش حد يمسك لي ايد في الاخر كل واحد يعمل التكنيك اللي هو عايزه. بس المفضل ان انا امسك كل حاجه ماشي. ممكن اثبت الواير بآلة بره الواير اللي هو بيكس واير بس افضل كل حاجه بالكنترول ومش هلوم حد لو اتفرج في الخرج منه ماشي. ثبت مش ايديك الاثنين بتحركوا. انت هتثبت اليد بايد ماشي وبيد بيل بايد الثانيه لو انت بتعمل سليتر زي ما هو بيعمل. يعني ايه؟ يعني هو هنا هيعمل سليتنج ده اسمه سليتر. لو بيبقى فيه زي المشرط في حاجات بتبقى سيلف بيلينج زي البيلاوي العادي. خلاص انا هثبت كده واروح شارب اعمل كده مثبت ثبت على الترابيزه لو عرفت او كتف العيان بس الاحسن الترابيزه عشان ما اعملش كده ماشي. لكن الاحسن تثبت على الترابيزه ما عرفتش يبقى ثبت على كتف العيان وكده. طيب انا هعمل بالسليتر فامسك بايدي ديت السليتر ده يبقى فيه جروف هنا باختلاف انواعه بيلبس فيه الليد ماشي بيكون داخل فيه وبدخله على الحته ديت وهي وان موفمنت ايدك ما تتحركش. يعني لو فلتت منك ساعات بتبوظ الشغلانه. يعني ايه؟ يعني ايه الكلمه ديت؟ ده السليتر وان موفمنت لو عملت ده طلع منها خالص بص ان الكاتا مش من فوق مش هتستبدل تبقى عامل لك قط وقطع وممكن يلف يكون جوه ده ماشي. فلو طلعت عشان تشبكها تاني مش شرط تجيب نفس التراك اللي انت كنت ماشي فيه. لو جبتش نفس التراك اللي كنت ماشي فيه هتبقى زيك مشغول بيه. مش بقول ان هي ضربة كده بس ده بيحصل ماشي. لكن ده مرة واحدة وتعيد من اول مره واحده كده مستهفيه ثبت ايدك اليمين ماشي ثبت ايدك اليمين جامد واوعى تعمل الاثنين كده ماشي ثبت ايدك اليمين وتمسك كده مره واحده. لو انت اشتغلت سليتر ايوه دي شايفه الليد ده بيلبس في الجروب ده ماشي وتروح حاطه صبعك عليه كده انت مسكت الليد مسكت الليد بالسليتر ده ثابت ايدك الشمال ماسكه الصبع ده اللي هو زي المحطوطه هي اكتر حته ناشفه الحته الاولانيه ماشي. وانص عدتي بتفضل ثابته اليمين وماسكه اليمين هي اول واحد اشوى اليمين الشمال اليمين الثاني اللي بتكتم عليها تمسك الكراشه سيت والحمد لله كده ماشي. طيب لو النوع الثاني اللي هو بيبقى ماشي هو ده كده صح دي ثابته اليمين هي نفس اليمين نفس الكتف اليمين ثابته الكراشه ده كده
اوكي لا كلهم كده حتى سانجو حتى سانجو طبعا بس هم بيجيبوا البيلينج سيستم كل واحد ليه سنه كده اي تو بريفير باي ذا واي السبيكر بتاع كوالكوم كروت رائع هو مش موجود في مصر دلوقتي رائع يعني لاول مره لان هو ما عرفش في حاجه في الديزاين او في حاجه في الديزاين بتاعه فدي سهله قوي يعني انت جاست بتحط التنسيق دوت التهليل كده بيطلع بسهوله جدا بس بلاش موجود شركه جميل هنا بيوريكم ازاي لحد اخر حته اهم حاجه برضو اوعى تزق ايدك اليمين ما تفتكرش ان انت لما تزق لجوه ماشي هتثبت الامور معايا انت لما بتزق لجوه بتعمل لوب عارفين برضو في كيس ايه لما انت تزق واي كتير ماشي بتعمل لوب بتطرد لك الفاتي بتاعت بره ماشي طيب حاجه ثانيه دوس فلور وانت شغال ماشي ما يمنعش ان انت توقف تهدي بتاع ماشي طيب هو بيقول لك stabilize the hand holding the sleeper keep the barrel of the sleeper parallel to the catheter turn your body 90 degrees from the patient pull the catheter in single smooth motion while using fluoroscopy ثم دي كانت الصوره اللي هي الانتهاء بتاع الحاله اللي فاتت طيب خلصنا القصه مفروض ان انا اقارن الاي سي جي بتاع العيان اتاكد ان الشغلانه تمت المفروض يكون بيسنج مش مفروض بعد ده كله يكون مش بيسنج ماشي طيب لقيته مش بيسنج بس كل حاجه اناتوميكال في مكانها شكل برام يس ممكن يكون حصل مايكرو ديسبيسمي بس خلاص يعني خلاص نقطة مهمة قوي قبل الحتة بتاعت البسم مع زيارة تانية اللي هي خطوة اللي هي بتاعت الصورة دي بس زي ما قلوها عشان بيجي بس مش انت دلوقتي عملت سبيكين بقيت زي الفل كده لو معاك ثلاث كيلات بره دي بتاع راك جدا اللي هي البنت الان قال لي دي مكتوب على النور دي
ثم اتاكد انت ربطت المسامير كويس، ربطت المسامير كويس دي مهمه قوي. ثم القصه بتاعه الاي سي جي، الاي سي جي ويل ليفت فنتريكولار بيسنج او بايد فنتريكولار بيسنج، شايفين ده افضل سي ار تي، عامل نيجاتيف ديفليكشن في واحد دي ال وعامل ار في دي 1 فده ال في بيسنج. دي القصه اللي انتوا عارفينها بتاعه الماجنيتيود بنفيت فروم ذا سي ار تي، النارور كومبلكس ما بيستفيدش خالص، اللوست والوايدر كومبلكس بالذات ليفت بامبل في ميل ستان اسكيميك دول اكتر ناس بتستفيد. ودي القصه بتاعه الايفيدنس بتاعه السي ار تي اكوردنج تو بوزيشننج افويد الابيكال تارجت الليتست اكتيفيتد اريا، دي تقيس خالص اللي هي بيقيس الديوريشن بتاع الاكتيفيتد والتارجت الحته دي. بس كل الكلام ده مش يعني مش ثابت ليه حاجه، كلها اجتهادات عشان تحسن الريسبونس بتاع البايفنت تريكر بيسنج، ثم ان انت تبتدي تعمل ادجستمنت للبروجرامنج عن طريق الايكو. والكريتيسيزم بتاعها ان انت البيشنت مش طول الوقت نايم لاين فلات، ان البيشنت بيبقى موبايل بعد شويه بيتحرك وواقف، لكن دي احد التولز اللي انت ممكن تستخدمها في النون ريسبوندرز، انت تحاول تظبط له الاي دي والاي دي والاي دي. انهي اهم الاي دي والاي دي؟ الاي دي هو الاهم، الاي دي هو الاهم من الاي دي والاي دي. سواء تخليه سبونتينيس او تخلي الاي دي فيرست، فال دي قبل الار بي مثلا ب 10 او 20 ده اقرب. في بعض الاجهزه بيبقى فيها الجوريزم السي ار تي، يعني انت بيسجست عليك ان انت تعمل بس ماشي الفيديو دي ليه دي مش بالضروره يكون ده احسن حاجه، انت بتاخد منه بس الفكره لو كانت منطقيه، لو كانت غير منطقيه ما تنفذهاش. ثاني حاجه انت الفيديو بتاعها بالظبط زي كده، في صنع ارت في السودان وفي مصر في حاجات بتتعمل دلوقتي في السمارت اي دي اي بتاع الضم ماشي. كل الحاجات دي اجتهادات من الشركات ان هي تساعد وتعمل بروموشن اكتر للبرودكت بتاعها ماشي، لكن في الاخر الدكتور هو اللي بيحط البروجرام اللي هو شايف ان هو احسن حاجه. انت ايه بس السي ار تي حاجه ما ننساهاش ابدا، المفروض الفايل تريكر بيس يكون رقم كام؟ 90% 95 طب هل اكثر من 95؟ اكثر من 95 لا ما اقدرش 95 99 ايه 99 يعني لو نقبل ب 95 ماشي، ايه اللي يخليه مش 95؟ مش غلط في الدكتور ولا غلط في اي حاجه في الديزيز. فاحنا الايم عشان نقول ان البيشنت ده فعلا بنجتهد ان هو يستفيد السي ار تي، ان احنا نخلي البادي يمكن تكريسن 99% اكتر ماشي. دي تشيك في الالجوريزم او شورت سامري اللي موجود في الاجهزه نسبه برسنتج اوف بايلوت تكريسن. طيب الان هوستل فولو اب بتاع البيشنت ده، البيشنت بوست امبلانتيشن بيبقى فولو اب ناحيه الجلوتون ناحيه الفايتلز بتاعته عالي خالص ماشي، ديستريس ولا مش ديستريس، ياخد انتي بايوتكس بوست سبيكتر انتي بايوتكس انتي ستاب بوست اوبريتيف، ياخد الادويه بتاعته في ميعادها ما ينساش ان في بيشنس لو ما تاكدش عليهم بيعتبر ان هو راكب عياس خف ماشي. ثم الاوت هوسبيتال بيشنت بيجي لنا بعد كده عشان نبص على الجرح زي ما انتم عارفين، وماشي على المضاد الحيوي الفتره الكافيه، ثم بيعمل البروجرام بتاعه في الوقت المناسب. بس حد ليه اي تساؤلات؟ ايه دي اهم من دي؟ الايه تو الكتب والايه تو الكتب، احنا بنحاول دايما نعمل نيجي سبيس، عايزين نكون بيسي معظم الوقت.